بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه ما زلنا مع البروجرامينج برنسبلز، لسه المبادئ بتاعت البرمجة، ما خلصناش الجزء ده، بس بنتكلم على الماس موديول. الموديول ده هو عبارة عن زي باكج فيها مجموعة من الفانكشنز، مجموعة من الوظائف بتأديها، كل وظيفة بتقوم بدور، بس هم مجمعين كل الوظائف الخاصة بالماثماتكس أو الرياضيات ومجمعينهم تحت ماس الموديول. ساعات بس بسميه باكج، مفيش مشكله نسميه نيم سبيس، مفيش مشكله، كلها اسماء يعني مستخدمه في البرمجه، لكن هو هنا بنسميه موديول. ممكن نقول ماس فانكشنز، مفيش مشكله. قبل ما اخش في التفاصيل بتاعه الماس، احب اكد على حاجه. في ناس عندها مشكله في الماس والرياضيات وكده، وبتحس انه، او في ناس بتقول لازم تبقى عارف عشان تعرف تخش في البرمجه لازم تكون عارف ماس. الكلام ده مش صح، تمام؟ انت ممكن تقعد تشتغل سنين كتيره جدا كتيره جدا من غير ما تستخدم اي حاجه من الماس، تمام؟ ما عندكش برامج فيها ماس ولا حاجه. طبعا ما بتكلمش على يعني الزائد والناقص والضرب والاسم، يعني ما بتكلمش على الحاجات الاساسيه قوي دي، البيزكس. كان اقصد مثلا الفانكشنز بتاعت مثلا حساب المثلثات، الفانكشنز بتاعت الزاويه ومش عارف ايه، وفي الهندسه ممكن تقعد تشتغل عمر طويل جدا من غير اصلا، ممكن تشتغل عمرك كله من غير ما تبقى محتاج الحاجات دي. وممكن من واحد بيعمل برنامج بتاع حاجات كلها ماس، من اول دقيقه يبقى الحاجه دي بالنسبه له في غايه الاهميه. فاحنا بنقولها ليه؟ احنا بنقولها عشان تعرف بعض البيزكس، بعض الحاجات الاساسيه قوي في الرياضيات. يعني انا كده ما بحسبش حاجه، الكمبيوتر هو اللي بيحسب، بس انا عايز على الاقل لما يكون في عندي ايكويشن، في عندي معادله فيها جذر، فيها اس، فيها مش عارف حاجات بسيطه، اعرف ازاي بتتكتب كبرمجه. هو ده الاصل من الموضوع. بس لكن احنا ما بنحسبش على ايدينا ولا بنحسب على دماغنا ولا الكلام ده خالص، لكن بنبقى عارفين ان لو جالي اي ايكويشن احولها ازاي. طبعا هو كان بتكلم على المجال لسه في البسيط. طبعا ممكن واحد يقول لي انا شغال كل شغل مثلا ماشين ليرنينج وكلها حاجات معادلات، اقول له صح، بس في ناس ثانيه ممكن تكون بس كل بايثون بياخدوها انهم يعملوا ويب سايتس عاديه وبسيطه وجميله وبيكسبوا منها وكل حاجه، بس مش محتاج انه يخش في حاجات ماس او كده. يعني تمام، انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان محدش يبقى عامل، يعني ممكن تلاقي في ناس كتير جدا من اللي انا الكلام اللي انا هقوله بتاع في الماس ممكن ما تفهمش الناس كتير جدا منه كلام. مش مهم، اسمعه وخد فكره، بس اسمعه وخد فكره. ما انتش محتاج تتعرف على كل التفاصيل الرياضيه طالما انت ما عندكش خلفيه عنها، لكن خلي الناس اللي عندها خلفيه عنها تعرف تتعمل ازاي بالبايثون، والناس وتبقى عارف الاساسيات وتبقى عارف دي بتستخدم فين ودي بتستخدم فين. دي الاصل في الموضوع. فلو اي حد، انا طبعا مش هشرح ماس، فهقول بس الموضوع كده على طول، دي بتاع كذا ودي بتاع كذا. لو انت ما عندكش، مش عارف دي بتاع كذا دي، يبقى خلاص مش مشكله، عديها، اسمعها بس وخلاص، مفيش مشكله خالص. فاحنا نتكلم طبعا على الماس موديول. الموديول دوت فيه مجموعه من الماثماتيك فانكشنز، هي اللي موجوده في السي، سي لانجوج، يعني السي الستاندرد. لكن برضو خد بالك، لو انت عايز تشتغل مع الارقام اللي هي الكبيره والكومبلكس نمبرز والحاجات زي كده، هتلاقي نفس الكلام اللي هنشرحه بس على حاجه اسمها سي ماس. هنشتغل على سي على ماس، في نفس الكلام موجود على حاجه اسمها سي ماس، ودي بتبقى حاجات ايه، كومبلكس نمبرز والارقام اللي هي معقده شويه. في الاول، في اول البرنامج بنكتب امبورت سبيس وبعد كده ماس، ممكن ننزل نكمل البرنامج بتاعنا. معنى امبورت ماس معناه ان انا استدعيت كل الفانكشنز اللي موجوده جوه ماس، انا مستعد ان انا، او انا ممكن استخدمها اثناء البرنامج. فبكتب من اول سطر كده. يعني ناخد اول حاجات مشهوره في الماس موديول، حاجه اسمها الكونستنتس. الكونستنتس اللي هي الحاجات الثابته المعروفه في الرياضه. يعني عندنا حاجه اسمها باي، معروف الكونستنت اللي اسمه باي، ماس دو باي، ساعات بيسموه طه تقريبا اذا ما كنتش غلط في الرياضه، يعني في العربي، اللي هو الرمز ده تمام، اللي هو 3.14 او مش عارف 22 على 7 او كده، تمام؟ لما تحب تستخدمه قول ماس دوت باي وخلاص وانتهى الكلام. اما تقول ماس دوت اي، دوت اي دي بتجيب لك الكونستنت اي، تمام؟ اللي هو الاي العادي اللي احنا بنستخدمه دوت في حاجات في اللوغاريتمات وحاجات زي كده، اللي عارفه يستخدمه. فبنكتب في اول الكلام امبورت ماس، امبورت ايه؟ ماس. سيبك من برنت دي، بقول برنت الماس دوت باي، المفروض تطلع ايه 3.14 وشويه، وبرنت الماس دوت ايه؟ دوت اي. لو جينا بصينا كده هتلاقي ايه، الماس دوت باي طلعت لك 3.14 والكسور بتغطي التفاصيل، والماس دوت اي طلعت ب 2.71 والكسور بتاعها، تمام؟ دي مجرد ثوابت وقت ما بتحتاجها بتكتبها. يعني في معادله فيها الباي خلاص انا هقول ماس دوت باي، في معادله فيها الاي اقول ماس دوت اي وخلاص، تمام؟
طيب ايه تاني هنستخدم برضو حاجات تخص النمبر ثريتك والريبريزنتيشن فانكشنز. شو الحاجات كده بنستخدمها في مع الارقام مهمه جدا. تمام بنستخدم بشكل عادي يعني زي ماث دوت سيل مثلا. السيلينج دي بتعمل ايه؟ هي بتعمل تقريب للاكس، بتجيب اصغر انتجر يعني اصغر رقم صحيح اكتر من او يساوي الاكس، اكتر من او يساوي الاكس، اصغر رقم صحيح اكتر من او يساوي الاكس، يعني اكبر من او يساوي الاكس. ف 15 و 8 من 10 خلاص اكبر رقم صحيح هيكون ايه اللي بعديه على طول اللي هو 16 مش 17، هي لانه بيجيب ذا سمولست انتجر يعني اصغر رقم صحيح، ماله بقى يكون اكبر من ده. خلاص اول رقم صحيح عندي اكبر من ده اللي هو 16، هنا 16 برضه. طب دي 8 من 10 ودي 2 من 10 ما بيقربش، ما بيقربش. تمام وال 16 هي 16، فلو جينا بصينا على النتيجه تطلع 16 16 16. تمام هنا ما بيقربش، ده السيل. مهم في الكابي ساين، الكابي ساين دي بترجع لك برضه فلوت يعني رقم في كاس، بيجيب لك الرقم الاول تمام والساين بتاعت الرقم الثاني، يعني مثلا مديله واحد وسالب زيرو خلاص يبقى سالب واحد، هياخد السالب من هنا وياخد الواحد من هنا. يعني انا مثلا مديله سالب سبعه ومديله موجب اثنين يبقى هيطلع سبعه والموجب تيجي من الاثنين تبقى سبعه، بس بيعمل الحركه دي. يعني حاجه ممكن حد يستخدمها ممكن حد ما يستخدمهاش مش مشكله، هنبقى يعني اسرع. في الاي بي اس اللي هي الابسولوت فاليو مشهوره، الابسولوت اف اختصار الفانكشن يعني فانكشن ابسولوت فاليو، وترجع الابسولوت فاليو العاديه. تمام لما اقول له 15 و9 من 10 واقول له سالب 15 في الحالتين بيطلعوا ايه؟ بالموجب، يعني بيشيل الايه؟ العلامه اللي هي ال السالب او الموجب، اللي هي بيبقى في عندنا في العربي بيعملوها علامتين واقفين كده يعني سين وما بينها علامتين محددات او حاجه زي كده. تمام؟ في الفاكتوريال اللي هو المضروب. المضروب ده معروف في الرياضيات يعني. كل فكره بقول فاكتوريال 2 اللي هو 2 في 1. فاكتوريال 3 اللي هي 3 تمام؟ 3 او 3 ضرب 2 ضرب 1. لما اقول فاكتوريال 4 يبقى 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. ده الفاكتوريال ده المضروب اللي يعرفه. يبقى 2 ضرب 1 ب 2 3 بقت 3 في 2 ب 6 في 1 خلاص. 4 تبقى 4 في 3 خلاص ب 12، 12 في 2 تبقى ايه ب 24 في 1 خلاص. يبقى دي الايه؟ ده الفاكتوريال. في الماث دوت فلور، والفلور مشهور ومهم خلاص. دي بترجع لي الفلور بتاعت الاكس، يعني اكبر رقم اصغر من او يساوي الاكس، قريبه قوي من الايه؟ من او عكس اللي احنا اخدناه من شويه. تمام؟ اللي هو ايه؟ فلور 15 و8 من 10، 15 و2 من 10 وال 16 تمام؟ كلهم هيطلعوا معاك كام؟ 15 لاخر واحده. يعني دي هو هيجيب لك اصغر رقم، الثاني كان الفرق ما بينها لو رجعنا كده وبصينا على السيل كانت بتجيب لك ايه؟ هي نفس التعريف بس كانت بتجيب لك السمولست ايه؟ انتجر نمبر greater than or equal to x صح؟ هنا بقى ايه؟ بيجيب لك اللارجست نمبر less than او equal to x، اصغر يعني ايه الصحيح اللي اصغر من ده. ال 15 اصغر من 15 اللي هي 15 والكاس طبعا بيشيل الكاس يبقى 15، و 15 ده اول رقم صحيح وانت نازل يقابلك ال 15. انت هنا انت ونازل اول رقم صحيح يقابلك ال 15، هنا اكبر رقم يقابلك انت ونازل 15، 16 هي 16 تمام؟ لان هو الرقم الصحيح ذات نفسه يعني لان احنا عندنا less than or equal to تمام؟ طيب في مازل اف مود، دي زي المودلس بالظبط اللي هي اكس مودلس واي تمام؟ هي ما فيش فيها مشكله خالص، رغم ان بيعملوا نوتس ان دايما البايثون اكسبريشن اكس مودلس واي ساعات بتبقى مش بتطلع لك نفس النتيجه بتاعت الدقه بتاعت الاف مود، فاشتغل بالاف مود لو انت شغلت شغل دقيق. فاشل مشكله 2 2 طبعا 2 مود 2 طبعا بزيرو، 3 مود 2 هيبقى 1، 4 مود 1 مش هيبقى حاجه، فده الباقي عادي جدا. طيب في ماث دوت اف سم اللي هي فانكشن سم، سم دي لما اكون مديك حاجه كده اسمها بإتريشن او اري بنعملها كده ما بين قوسين كده تمام، وبنديله ارقام كوما 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 هو يجمع على بعضه. يعني ماث دوت اف سم قلت له 2 كوما 0.1 يبقى كده معايا 3، وهنا في واحد كمان يبقى معايا 4، 4 ونص تمام و7 تمام، 4 ونص و7 يبقى 11 وايه 11 ونص وهكذا تمام. 10 و10 و6 من 10 ازاي طلعت 10 و6 من 10؟ بصيت غلط ولا 2 ده 1 من 10 انا عديته 1، يبقى 2 وادي 1 ادي 3، 3 و7 ب 10 وعندي 1 من 10 وعندي 5 من 10 يبقى 6 من 10 تمام كده. 7 صحيح و5 صحيح يبقى كده 12، و1 صحيح 13، و3
وادي 7 من 10 و7 من 10 يعملوا 14، يبقى 14 يبقى 14 يعني واحد يروح للعشر يبقى 14 بدل 13، ويبقى الاربعه يبقى 14 و4 من 10. مظبوط، يعني مهما تديله ارقام صحيح كسر بتشغيل بيتجمع لك كل الارقام بس حطها ما بين الاقواس اللي هي المربعه دي. الجي سي دي، الجي سي دي مشهور جدا، هو جريتست كومن ديفيزور، او ساعات بيسموه العربي القاسم المشترك الاكبر او الاعلى. تمام، الرقم اللي يقبل اسمه على الاثنين يعني. تمام، فما اقول له مثلا ماث دوت جي سي دي 48 و60 ولا 14 و49. 14 و49 باينه ان هي ايه 7. تمام، وال 48 و60 تيجي معاك 12. تمام، اللي عارف الجي دي سي، مش عارفها خلاص عرفت عنها خلفيه وخلاص. ماث دوت ترانك، ترانك مهمه جدا، دي بتقص الكسر ودي ساعات بنحتاجها، مهمه جدا. دي اي رقم كسر تدوله بتاخد منه الصحيح وبتجنور الكسر، يعني 15 و9 هي بالنسبه لها 15 و4 هي 16، فكله هيبقى 15 15 16. مفيش بقى 9 4 هنا ما بيبصش خالص، بيقص كل الكسر وخلاص، ما بيهتمش. في حاجه برضو مهمه رغم ان هي مش تبع الماث بس انا حبيت اجيبها، يعني من غيرها بصراحه الموضوع كده مش هيكمل، اللي هي الراوند تقريب. التقريب ده التقريب بقى ال 15 و5 من 10 و2 كده بقرب لاقرب رقمين عشريين. تمام، هنا بقى التقريب كامل هنا عشان الاثنين، الاثنين مش خمسة وانت طالع فما زودتش ال 55، فهو قطع لغايه 2 وبقت 2. طب لو انا كنت عاملها مثلا تقريب، هوريكم دلوقتي من غير خالص لو ما حددتش اللي هو الثاني هيعمل ايه. تمام، يبقى هو كده عمل ايه؟ قرب لقرب 2 وده عشان 2 فمش هيزود ال 5 خلاها 6 هيخليها 5 فبقت 55. لما اقول له واحد من واحد كده انا عايز علامه عشريه واحده ويقرب. تمام، بس هنا 8 تبقى ال 8 دي هتزود طالما 5 وانت طالع، يوم مزودة الستة بقت 7 بقت 15 و17. 16 1 خلاص ما عندناش اصلا فيه كسور فهو زيرو. تمام، 16.862 وما قلتلوش تقريب فهو بيعمل حسابه طالما انت ما قلتش كوم. خد بالكم من حاجه، انا راوند دي مش تبع ماس، ما بقولش ماس دوت، ما فيش هي راوند كده معروفه في اصل اللغه ذات نفسها. تمام، بقول له 16.62 خلاص فهو هيقرب على طول رقم صحيح، لاقرب رقم صحيح، فالسته او الخمسه والسبعة والثمانية والتسعة تقلب معاك بواحد تجيب 17. تمام، غير كده لا. طبعا انا بس بصيت كده لسه، طبعا هكمل بقيه حاجات برضو في الماث وبعد كده ناخد مثال يجمع لنا شويه حاجات مهمه من الماث اوبريتورز قبل ما نخش في اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله.